باش يرى العكرمي حطيتوه تحت الدواء، الله أعلم شنيا فيه الدواء هذاك، تحبوا تعمل تحبوا تنسيوها في الحقائق المرة نتاعكم، خليوه يتكلم ويفضحكم، خليوه يتكلم، خليوه يدافع على روحه، سيبوا الراجل، سيبوه، وراهو يسكت بشير العكرمي، أنا ما نسكتش، ولادي ما يسكتوش، خواته ما يسكتوش، بشير العكرمي وراها عباد تحبه، وراه برشا ناس يحبوه، فما قضاة شرفاء زادة، فما قضاة شرفاء نكل بهم، قضاة بعثوهم الجندوبة، وقضاة بعثوهم ينكل بهم في وسط العام، خليوا ولادهم يهزوا في ولادهم ويجيبوا، علاش خاطر يحبوا سي بشير، قاضي حاطط تصويرة سي بشير في البروفيل نتاعو زج به في جندوبة، جندوبة راهي بلادي ونحبها ونحترمها ونحب عبيدها وأحسن بلاد في الدنيا، أما نحكي لكم كيفاش التنكيل يتم في وسط العام بقاضي يهز في ولادو ويجيب للمكتب فجأة يلقى روحه 150 كيلومتر بعيد على تونس، دونك هذا تنكيل، القاضي اللي شهد اللي بشير العكرمي عمل معاه مناقلة ونقل هو وياه وليس قضاء البحيري اللي جابه زج به في سليانة، القضاة اللي يتكلموا على حق سي بشير يعزلون، شنو واش مازال فيها البلاد هذيا؟ سكتونا سكرتونا فامنا